وفي أخبار المحترف الأول يواجه فريق جمعية عين مليلة عصر اليوم مواجهة مولودية وهران بملعب خليفي زوبير في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من المحترف الأول في مواجهة يريد فيها أشبال المدرب عز الدين أيجودي تحقيق الفوز لا غير، فيما يطمح مولودية وهران إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في هذه المباراة. إذا عدسة ميديا من أم البواقي رصدت آخر تحضيرات فريق لاسام. يخفى عليك بعد الهزيمة اللي تلقيناها المرة بالنسبة لنا مع اتحاد العاصمة، يجيو راهم واعيين واش يستنى فينا، سيرتو بريمي ماتش اللي حنا استقبلوه داخل استادنا. ان شاء الله احنا واجدين، ان شاء الله رانا بري، رانا بيان كونسونطري، ان شاء الله ربي يوفقنا نهار الماتش.